ما صوتش. مهندسة، نبدأ على بركة الله. هسه بشيرها ثاني مرة. أوكي، أشكرك. مهندس النضال، على بركة الله. بلش. أوكي، يعطيكم العافية جميع. إن شاء الله اليوم راح أحكي عن مراحل الإكثار للنباتات. هلا راح أرجع لسلايد ذكرته بالمحاضرة الأولى نتيجة الجدل اللي صار امبارح، فإن شاء الله هلا حتى نتذكر مع بعض. مزايا الإكثار بواسطة زراعة الأنسجة، حكينا تسريع عملية الإكثار وجعلها أكثر اقتصادية، محافظة على الصفات الوراثية للنبات المكثر. برضو من المزايا المهمة جدا أنه نحصل على نباتات خالية من الأمراض وخاصة الفيروسية، برضو إيجاد نباتات تفيد باستخدام الهندسة الوراثية والإكثار الخضري للنباتات التي يصعب إكثارها خضريا بالطرق التقليدية. برضو في عنا أحد المزايا هو تخزين وحفظ المسيلات تحت ظروف الزراعة النسيجية، بحيث أن نساعد على تأسيس البنوك الوراثية وسهولة تبادل النباتات بين أقطار العالم المختلفة، بالإضافة إلى أن النباتات اللي نحصل عليها باستخدام هذه التقنية تكون قوية لأنها أصلا هي خالية من الأمراض. فهلأ إحنا خلال السلايدات اللي راح أحكيها راح نحكي إحنا عن المراحل اللي بمر فيها النبات. السلايد اللي بعده مهندس أحمد. هلا مراحل الإكثار في مختبر زراعة الأنسجة هو يحتاج إلى 4 مراحل بشكل عام. المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس، ثم وهي المرحلة في عنا مرحلة مضاعفة، بعد هيك مرحلة استطالة وتجديد، والمرحلة الرابعة هي عملية الأقلمة في البيت البلاستيكي أو البيت الزجاجي. بالنسبة للمرحلة الأولى هي مرحلة مهمة جدا، طبعا كل المراحل مهمة لأنه كل مرحلة لها مشاكلها وإلها قصصها اللي إحنا بدنا نحاول إنه نطلع بأكبر قدر ممكن من النباتات اللي تكون نظيفة وناجحة وما فيها أي مشكلة. المرحلة الأولى هي عبارة عن مرحلة تأسيس أو إنشاء للنباتات داخل الأنابيب، ويجب اختيار الجزء النباتي بحيث يكون قوي، يكون نظيف، نراعي الأمهات. يعني بدنا نروح إحنا نختار على سبيل المثال، خلني أحكي، راح أحكي أنا نبات إنه مثلاً بدي أختار نبات بكثره إنه يكون خالي من الأمراض الفيروسية. إذا بدي يكون في عندي حقل، الحقل أعرف إنه هاي النباتات مرقمة ونظيفة وما في عندها أي مشكلة، أو بكون عندي أنا بالجرين هاوس تاعي مستعد للأمهات. هذا الحكي أنا ضربت المثل على العنب إنه إذا بدي أخذ نبات خالي من الأمراض الفيروسية. بختار الجزء القوي، بدي أراعي عمر النبات، قوة النبات، صحته، وبالتالي بأخذ هاي العينة أو اللي هم إنه بدنا نعتبرهم أمهات منجيبهم على المختبر. هلا العينة اللي أمامكم هون في المختبر، عفوا بالسلايد، بهاي المرحلة، هاي المرحلة هي عبارة عن مرحلة تأسيس لكن لنبات النخيل. هلا في حالة راح أنا أحكي على الإكثار. هلا إحنا في عنا طريقتين للإكثار، إما إنه إحنا بنروح على طريقة وتقنية اسمها سوماتيك إمبريوجينيسيس، أو الطريقة الثانية اللي هي الأورجانوجينيسيس. يعني إما أنا بشتغل على النبات وبعمله إكثار
بحيث انه مباشره يتمايز لمرحله خضريه، او انه بده يتمايز لكلص ونبلش نشتغل فيه. هلا احنا حكينا مرحله الاكثار، مرحله التاسيس عفوا، مرحله التاسيس بناخذ العينه، بصير في لهم غسيل تنظيف من اي غبار من اي شيء عالق فيهم، بعد هيك بندخلهم الى غرف الزراعه بصير عمليه تعقيم. هلا التعقيم راح نستخدم عده معقمات، البعض ممكن يستخدم كحول، ممكن نستخدم الصوديوم هايبوكلورايد، ممكن البعض يستخدم كلوريد الزئبق، في طرق عديده لتعقيم الجزء النباتي. وبرضه انه الوقت انه محدد. هلا اذا بنلاحظ هون بالسلايد، السلايد الثاني مهندس، اذا انتم بتشوفوا هون بالسلايد عندنا تم تاسيس هي الجزء، هي كان الاكس بلانت صار في له، هي عندي هون الاكس بلانت اول ما انزرع هون، هي النباتات، بعض نباتات ممكن انت تاخذ لها العقد، يعني بتكون النبات اصلا عندك طالع برا، وبتصير عندي اني انا باخذ الافرع، فلما طلعت هون هاي الافرع بلشنا احنا نشتغل فيها ونزرعها في هاي المرحله، وبعدين بتم تجزئة. تقريبا هاي الصوره جايه، يعني جاي عندي المرحله فيها تاسيس ومضاعفه، ولاحظوا انه هون مثلا عندنا بالطبق كيف موجود عندي النود والانتر نود، وكل واحد منهم عندها القدره الكافيه انها تعمل لي نبات كامل. سلايد اللي بعده مهندس، هي عندي هون المرحلة اللي كان فيها التأسيس، كان عندنا القمة النامية وزرعت، ونلاحظ انه هنا بعد شهر صار في لها نمو، ثم نقلت الى فلاسك وصار عندي تضاعف لهذا النبات. المرحلة الثانية، مرحلة اللي هي تعتبر في غاية الأهمية ومرحلة حرجة جدا، سلايد اللي بعده المهندس، مرحلة حرجة لأنه إحنا بدنا نكاثر النبات وندخل على مرحلة المضاعفة. هلا إذا إحنا طلعنا من مرحلة التأسيس بدنا نراقب إنه يكون عندي الأصل طلع نظيف، كل عينة أخذت كود، بحيث إنه إحنا نراقبها. حكينا إذا كان عندي مثلا كود واحد كان نظيف بشتغل عليه، كود اثنين مش نظيف بدي بعد فترة معينة أتلفه، لأنه بده يصير عندي فحص لهي العينات. هلا هون المضاعفة، هون احنا حكينا إذا كان إكثار خضري كم مر علينا بالسلايد الثاني اللي احنا شفناها اللي حكيت لكم عنه، السلايد اللي قبله مهندس، السلايد اللي قبله اللي قبل كمان. هلا احنا هون هاي السلايد هي عبارة عن أورجانوجينيسيس، يعني صار عندي إكثار خضري، أنا أخذت نبات ضاعفته، كثر أسسته وكثرته، لاحظوا إنه صار عندي نمو خضري، ما طلع عندي أي كلص نهائيا. ننزل على السلايد اللي بعده مهندس، اللي بعده هون في عندنا إحنا كلص، لكن في عندي تمايز. هلا لو حدا بده يجي يحكي لي بدنا نحكي إيش الكلص، الكلص هو عبارة عن كتلة من الخلايا الانقسامية غير المتمايزة، ما تمايزت، لكن إنه إحنا بصير في لها تضاعف. إذا أنتم بتطلعوا في عندي هون صار، إذا أخذت هاي الحبيبات، السلايد اللي بعده راح يبين عندي حبيبات، ننزل على اللي بعده مهندس. هاي مرحلة مضاعفة في حالة إنه كان عندي إكثار أعضاء الأورجانوجينيسيس، عندي ما مر بالكلص نهائيا، لكن الصورة اللي قبل هيك اللي كانت عندنا مضاعفة لا الكلص. اللي بعده مهندس، هلا هاي هون عندي بتلاحظوا انه في عندنا كلص، اخذنا النبات، ممكن هلا نكثر احنا من ورقه، كل نبات له طبيعه اكثار، ممكن ناخذ ورقه، ممكن ناخذ مرسيم، ممكن ناخذ الشوت تيب، ممكن ناخذ احنا جزء من الجذر من الاوراق، حسب نوع النبات شو اللي احنا بدنا نشتغله. هون احنا جينا على السوماتيك امبريوجينيسيس اللي هو تكوين، مرينا باكثار النبات بطريقه غير مباشره عن طريق الخلايا الكلص اللي هي حكينا عنها، هي عباره عن كتله من الخلايا الغير متمايزه. بعد هيك هلا بصير في لها توجيه وبتتمايز، بندخلها على مرحله المضاعفه وبتتمايز.
نروح على اللي بعده. أنا بدي أترك راح أعرض صور هيك سريعا حتى يكون عندنا مجال النقاش مفتوح أكثر. المرحلة الثالثة بعد ما يصير في مضاعفة للنباتات بتم نقل النباتات إلى مرحلة الاستطالة والتجذير. في هاي المرحلة بتم توجيه النبات طبعا بتغيير كل مرحلة في إلها أوساط. هل المرحلة الأولى إلها وسط، المرحلة الثانية في إلها وسط خاص فيها بحيث إني أنا أخلي النباتات تتضاعف ويصير في عندي تمايز، المرحلة الثالثة لنوجه النباتات حيث إنها تميل للاستطالة وتكوين الجذر. المرحلة اللي السلايد اللي بعده مهندس إذا سمحت. لهي المرحلة يكون عندنا مرحلة الأقلمة، إنه إحنا طلعنا من المختبر وبدنا نروح نعمل أقلمة للنباتات. لما نيجي نطلع النباتات طبعا هلا بده يحكوا لي إنه والله النبات كان بالميديا وتحت ظروف محكمة. كل المراحل اللي كانت سابقة من مرحلة التأسيس حتى مرحلة الاستطالة والتجذير كانت تحت ظروف محكمة من حيث درجات الحرارة والرطوبة والإضاءة. لاحظوا إنه وظروف التعقيم يعني كل شيء أندر كنترول، فول كنترول. بدنا نبلش إحنا نطلع النبات، ما نبلش نطلعه بدنا نأقلمه، إحنا بدنا نهيئ النبات من ظروف محضرة إله معطينه كل الاحتياجات اللازمة، بدنا نطلعه ونبلش نعمل له تقصية. بعض النباتات ممكن تمر تقصيتها سهلة وتكون الأمور إلها بسهولة، لكن بعض النباتات عملية التقصية إلها شوي بتاخذ وقت وبرضه راح إنه بدنا نطول بالنا عليها. نسحب النبات طبعاً من التست تيوب أو الجارز وات ايفر إيش هي مزروعة فيه، ناخذهم وبتم غسلها بماء دافئ. نغسل إحنا النبات بماء دافئ حتى نخلصه من الوسط الغذائي، لأنه إذا بتتذكروا حكينا أحد مدخلات الوسط الغذائي هو مصدر الكربوهيدرات اللي هو أن أخذنا عن طريق السكروز، وهو عبارة عن مادة بتكون تجذب الفطريات والبكتيريا. فبنغسله وبننظفه، برضه بنستخدم مبيد فطري بنغطس بشكل سريع، بنعمل ديبنج لهاي النباتات، ثم تزرع في وسط زي ما انتم شايفين. هلا احنا البوتس هاي موجود فيها البيرلايت والبيتموس، وبده يكون عندنا نظيف، وبتم غزلهم وزراعه هاي النباتات. النباتات في هاي المرحلة الأولى احنا بنعتبرها أول مرحلة من مراحل الأقلمة، يجب تهيئة الظروف لهاي النباتات اللي خارج الأنبوب الآن صارت بنفس الظروف السابقة. يعني بدي أنا أغطيها بحيث إني أوفر لها رطوبة. هلا النبات كان داخل أنبوب مغلق وبالتالي كانت الرطوبة عنده حوالي 90% ل 95%، فمن بنحاول إن نغطي هون، ممكن نعمل ببلاستيك، يعني في تقنيات مختلفة حتى إحنا نغطي فيها. فأكثر شيء مستخدم إنه إحنا بنغطي بالبلاستيك حتى نوفر رطوبة، وبنعمل الري لهاي النباتات. وبنصير بعد تقريبا خلينا نحكي في بعض نباتات كما بعد شهر ممكن تكشف عليها جزئي، في بعض نباتات بعد أسبوعين، فبتبلش تعمل كشف جزئي، لكن طول هاي الفترة بكون في عنا تفقد يومي لهاي النباتات. نكشف عليهم جزئيا حتى نعمل تقصية لهذه النباتات وتبلش نخفف عليها رطوبة. راح نلاحظ إنه الأوراق راح تبلش تعطيني أوراق جديدة، راح تعطيني إذا بكشف على الجذر تعطيني جذر جديد. اللي بعده مهندس، إذا أنتم بتشوفوا هناك كانت الصورة السابقة هي للنخيل. النخيل التقصية تبعته تحتاج إلى وقت وصعب شوي. هنا التقصية لنبات البطاطا، شوفوا بالصواني هون تقريبا بعد شهر نكون احنا حصلنا على نبات كامل ما في اشكاليه، وتم نقله الى البلاستيك هاوس وانزرع واعطاني نبات كامل واعطاني درانات كامل. اللي بعده مهندس، اوكي بس مهندس 11 سلايد اللي بعطيك اياهم. اوكي اوكي هلا انا اعطيت بشكل يعني صور حيث انها تكون عند الزملاء، يعني الصوره موجوده حتى انه يكون عندنا نقاش افضل، ما يكون بس مجرد سرد حكي. فهلا الصوره عندهم على اساس انهم شايفين. هلا عندنا اذا كان عندي اهم شيء المراحل طبعا
مراحل، هي حكينا 4 مراحل، وفي إما عن طريق الأعضاء أو عن طريق الإكثار، عفوا عن طريق السوماتيك امبيرينجنسيس، بدنا نمر بالكلص. فبدي أترك المجال لأنه يكون عندنا أسئلة ونقاش، تهيأ لي إنه أفضل من إنه مجرد سرد حكي، لأن إذا بدنا نحكي مثلا هلا عن كل شيء، كل نبات له طريقة للأخذ، وكل نبات له مراحله الخاصة فيه، فأي نبات بدنا نشتغل عليه بدنا ناخذه وندرسه لوحده ونشوف ظروفه أصلا بالظروف الخارجية اللي برا بالطبيعة، ومنطابق عليها ما بداخل المختبر. طيب تمام مهندسة، تحب نفتح باب النقاش الآن؟ إذا سمحت. إخوان زملائنا، الآن خاصية المايكات مفعلة لدى الجميع، بس برفع اليد يا ريت وبالترتيب. إذا في عنده أي سؤال أي استفسار، مش من خلال الشانتنج، إحنا نفضل من خلال المايك. وليد علسان تفضل يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك يا مهندس النظام. سؤالي والله بسيط. تفضل. بالنسبة لمحصولين اللي هن أنا بس عنهم، الموز والنخيل، كيف بناخذ العينة من قلب، من أي جزء من شجرة الموز ومن أي جزء في شجرة النخيل؟ لو بدنا ناخذ يعني جزء مشان نبدأ من ستارتنج بوينت. أوكي، هلا إحنا بنعرف هم شجرتين فيهم برعم قمي واحد. نعم. هلا الموز في برعم قمي واحد والنخيل برعم قمي واحد، وبالتالي احنا الموز بنروح على البرعم القمي الموجود للداخل وبنحاول ناخذ الجزء بحوالي نص لواحد سنتي. يعني الشجرة مقطعها من نص طولي؟ لا لا لا، هلا بناخذ الشجرة، بناخذ ال خلينا ناخذ البنيه، خلينا نحكي البنيات، ماشي؟ نعم نعم. هلا بننزل على البرعم، لأنه ندخل للداخل، لداخل النبته، للقاعده تبعتها. ما انا هذا اللي بساله، يعني ناخذ بنيه بنسطحها طولي؟ لا مش طولي. هلا لا، ليش طولي؟ انت بتقصد البرعم القمي نفسه اللي يتم مشان نوصل للبرعم، مشان نوصل للبرعم القمي تاع النبت اوكي. هلا للبنية. بدنا ننظف ما نخلي ولا شيء، بدنا نعم. ننظف ما نخلي ولا شيء. هلا نعم. حتى يوصل عندي بالاخر، ما بعرف اذا انا برسمها بتبين عندك مهندس احمد. بتبين. نعم. اوكي هلا الي ولا زملائي، مش لحد بس انا. اوكي. هلا احنا هاي هلا خليني ارسمها وبعدين انا اشرح لك اياها. بارك الله فيك. اوكي. هم هندسه في وايت بورد بس لازم يكون من عندك. اوكي. ما بعرف هيك مبين؟ لا والله ما واضح، لفوق شوي لو ترفع ما واضح شيء التصوير. هيك مبين؟ شوف والله. لا ما باين شيء. لا والله ما بين. لا ما باين. لا هيك انا بالنسبه لي مش واضح عندي، مش عارف ليش، يعني بحاول لانه بحاول اكبر الشاشه. انا بس مهندس وليد دقيقه، اظهريها الى الشاشه. هيها واضحه؟ واضحه واضحه. نعم. اوكي. طيب اوكي جو اهيد. اوكي هلا احنا اذا بنلاحظ في عندي الشجره ككل، هلا اخذتها وبدي اصير بدي انظفها، صح؟ لاحظ الشكل. نعم. اذا في لوح. اوكي خليك شوي معي، خليني اجيب وارسمها على ارسمها على. اوكي حتى تكون واضحه. لاحظ شوي. طيب
اوكي هلا اذا من واضح هيك الهون. واضح، نعم اوكي واضح، بارك الله هلا بك. اذا نعم احنا بنروح على الحقل، موجوده عندنا شجره الموز صح؟ نعم موجوده عندنا. هلا اذا بنروح، انا ما بدي هذا الجزء ولا بدي هاي الجزء، يعني لا الجزء الاعلى ولا الجزء الاسفل اللي فيه الاوراق. بنروح احنا في عندي موجوده عندي هاي المنطقه الوسطى صح؟ هاي المنطقه نعم الوسطى، فبنضل نعم ننظف فيها حتى ناخذ عندنا اخر شيء اللي هو البرعم القمي، بده يصفي عندي بهاي الشكل. اوكي؟ نعم هاي البرعم القمي اللي انا بحاجته وهو اللي راح اشتغل عليه وازرعه. ناخذ البرعم القمي. وضحت يا بارك الله يكون فيك. عندي تقريبا 0.5 ل 1 سنتي. وبده يكون نعم عندي ليش؟ لأن بدي اوصل انا على الخلايا اللي الابيكال ميريستمز اللي هو اصلا بتكون عباره عن خلايا نظيفه وهي اللي بتعمل نعم ابتداء للنبات واساس النبات. نعم نعم أشكرك يا اوكي مهندس النبات، بارك الله فيك. اوكي هلا النخيل برعم قمي نفس الشيء، لكن الوضع مختلف تماما. اوكي مختلف تماما. بناخذ فسيلة قصدك؟ تاخذ فسيله وبنوصل للبرعم القمي. اوكي نعم نفس نعم الشيء نفس الشيء. شكرا يا شكرا شكرا بارك الله فيك، الله يحفظك. أشكرك. شكرا لك يا خليك. أوكي. مش مشكلة. مهندس. مهندس عبد الله راضي، تفضل. السلام عليكم، الله يعطيك العافية مهندس. الله يعافيك. يعطيكم العافية. سؤالي عندي سؤالين، الأول بخصوص السلايدات والثاني خارج السلايدات إذا في مجال. تفضل. سؤال الأول، سؤالي إنه عن المرحلة الرابعة، أنت حكيت إنه إحنا بالمية الدافية نتخلص من الميديا وبنقدر بعديها ننقلها للمشتل بالطريقة هاي، يعني البروسيجر، هل بسبب استخدام المية الدافئة الآجار، مادة الآجار، حتى إحنا نقدر إنه نذوبها أو نغير حياتها الفيزيائية ونتخلص منها؟ أوكي خلص السؤال هيك. هلا هذا أنا حكيت مية دافية يعني درجة حرارة الغرفة. هلا بالأيام البرد شو راح يكون درجة الحرارة؟ برد كثير. إحنا طلعنا النبات من غرفة النمو، غرفة النمو درجة الحرارة فيها، يعني إذا إحنا هلا في عنا نباتات مثلا نباتات متوسطية اللي هي نباتاتنا اللي إحنا بنعيش بالشرق الأوسط، درجة الحرارة تبعتها يعني بدها تكون بغرف الإنبات حوالي 22 زائد ناقص درجتين، يعني لحد 25. ماشي. هلا النباتات اللي بدها حرارة أعلى ممكن تكون عندي 25 درجة زائد ناقص 2، يعني توصل تقريبا 25 ل 27. فإذا طلعت النبات وغسلته بمي باردة زي هاي أيام الشتاء فبعمل شق للنبات فبصير في خلل. فالمي دافي اللي هي درجة حرارة الغرفة يعني تكون درجة حرارة حوالي 20 اللي هو النبات، تكون الوضع عادي ما في أي تأثير على النبات. نغسله على مجرد أنت ما غسلته مباشرة الأجار بروح، مش الهدف إني أذوب الأجار، لأنه الأجار بيذوب على درجة حرارة عالية ما بيذوب على درجة حرارة ال 20 وال 25. يعني مجرد غسل بنقدر نتخلص منه بدون الإذابة. غسيل بالضبط، غسيل يعني خليني أحكي بالتاب ووتر، بس ما تكون باردة باردة جدا، يعني درجة حرارة عادية. تمام. بالنسبة للسؤال الثاني كنت بدي أسألك، الجهاز ورق هو اللامينار فلو هود صح؟ إيش هو؟ الجهاز اللي على يمينك اللامينار فلو هود صح؟ بالضبط. هلا كأنه يعني مبين من الشكل إنه مصنع باجتهاد شخصي من عندكم من مركز، ولا أنتو جاهز؟ أنا تركت المركز. أنا الآن خارج المركز، وهو كان في عملية صيانة بس لإله، بس هو برضه اجتهاد شخصي. لأنه أنا مهتم في الموضوع هذا من موضوع جهاز الأوتوكليف واللامينار، حتى يعني هي اللبنة الأساسية للمختبر. أكيد.
وأنا في فلسطين الآن، كنت الشهر الماضي بحاول إني أصنعه، وصلت لتصميم معين نهائي، لكن كانت تكلفة عالية. الله يعافيك جدا. فجهاز فكرته جدا بسيطة، فأنا حبيت إنه بس لو تفرجينا إياه أجزاءه الرئيسية بس، ولو تحكي عنه بنص دقيقة يعني فقط، لأنه الناس يعني أغلب الناس ما بتعرفش فكرة الفلتر، إنه السبورز أو الفتحات أو السبورز يعني ما بتمرش من خلالها، ولأنه صحيح. بسبب الفلتر نفسه يعني إحنا بنحكي عن حجم بكتيريا تمنع أنها تمر منه، لأنه الفتحات تاعتها 0.3 مايكرون. صحيح. والآن من جديد من عدة سنوات نزل فلتر ألبا بدال الهيفا والهاي إفشنسي. بفتحات تقريبا 0.12 مايكرون أو ما يعادل 120 نانومتر. وبالحجم هذا بتمنع جميع أنواع البكتيريا. الهاي إفشنسي أو الهيفا فلتر 0.3 بسمح في بعض أنواع البكتيريا اللي أصغر من 0.3 ممكن تفر من خلالها. فهاي المعلومة حبيت أشاركها، وحبيت حابب أشوف الجهاز، لأنه أنا بصدد إني أصنع جهاز زي هيك وأصمم، لو تشاركيني. الله يسعدك ويعطيك العافية. لا أنا إذا قدرت أتحرك بحاول أورجيك الجهاز، بس يعني حركتي مش راح تكون سهلة، عرفت؟ طيب معناها أو لو تشاركينا إياه في على جروب الدورة ونشوف الصور مثلاً. أوكي. بعد الدورة. أوكي. هلا ببعث إن شاء الله على جروب الدورة. هلا الجهاز اللامينار هو يعني أي مختبر زراعة أنسجة إذا ما في تجهيزات كاملة له فهو مش راح يشتغل. والأجهزة الرئيسية حكينا بأول محاضرة، ما بعرف إذا كنت حاضر أنت مهندس عبد الله. هلا بده يكون عندي اللامينار فيوم هود، هو اللبنه الاساسيه داخل غرفه الزراعه والنقل. الجهاز الاوتوكليف مش راح تشتغل بدونه، ميزان، جهاز تقطير مياه، كيميكلز، زجاجيات، هاي ما بتقدر تشتغل انت اذا ما توفرت بمختبر زراعه الانسجه. وهي فعلا اجهزه اسعارها مرتفعه، يعني الاوتوكليف مرتفع السعر، اللامينار اسعارهم مرتفعه، جهاز تقطير يعني ما بتقدر تشتغل لانه انت كل خطوه بدك مياه مقطره ومعقمه حتى تتم عمليه الشغل. نعم. بالنسبه لسؤال عفوا ثالث نسيت اساله من المحاضره الماضيه، تكلمت عن جهاز التعقيم للهرمونات او المواد اللي ما بتتحمل حراره عاليه حتى ما تخرب، شو اسم الجهاز؟ يا ريت تعطيني كمان. هلا هو فلاتر صغيرة بتكون موجودة بالشركات اللي بتبيع المواد الطبية، جهاز صغير يعني مو كبير، والله أنا مش موجود عندي، لو عندي كان ورجتك إياه، بس موجود فلاتر صغيرة بتكون وأنت بتعقمها ومن خلالها بتدخل داخلهم على يعني بتصب أنت الوسط الغذائي بعد ما تصبه تحت الهود، متفلتر انت بعض الفيتامينز والهرمونز. لكن اذا بدنا نشتغل على مستوى تجاري، يعني الفلتر يعني بيكون يعني مش سهل، لانه انت بتحكي عن يعني امور بحثيه صغيره ممكن تشتغل فيها وتصب الميديا تحتها. لكن اذا بدك تشتغل على مستوى تجاري فانت بدك تصب يعني خلينا نحكي بحدود 10 لتر او 15 لتر او 20 او اكثر، تصبهم بداخل الأنابيب والجارز، وبالتالي بدك تدخلهم كلهم على جهاز الأوتوكليف، وبتصير يعني أنت محضر تقريبا حوالي 500 جارز، ما بتقدر تحطهم كلهم تحت اللامينار وتصب شوي شوي على كل واحد. صحيح. الله يجزيك الخير يا دكتور. الله يسعدك. هلا فيك. طبعا زملائنا مين عنده كمان مداخلات استفسارات؟ مهندس وليد تفضل. مهندس نضال، سؤال بسيط والله، الأوتوكليف هل يمكن استبداله بطنجرة الضغط الكبيرة مع تركيب بريشر جيج وساعة الضغط والحرارة؟ هلا هو المبدأ نفسه يعني ممكن
نفس المبدأ، بس الأوتوكليف يعني بكون محكم الأمور تاعته أكثر، وبالتالي راح توصل أنت لتعقيم أفضل. أما هو نفس المبدأ، نفس المبدأ، المبدأ نفسه، بس بدك يكون عندك إحكام. يعني طنجرة الضغط مش راح تعطيك نفس ال، يعني طنجرة الضغط إذا تركب عليها ساعة الضغط ممكن، يعني يبدو لي إنها ممكن تؤدي غرض قريب من الأوتوكليف. وهلا في أجهزة أوتوكليفات صغيرة، يعني أنت حتى لما تطلع عليها بتفكرها يعني طنجرة الضغط. هي نفس الشيء، أيوة. ومركب عليها ساعة لدرجة الحرارة وساعة للضغط، وتكون أمورها محكمة. الله يحفظك، شكرا. معلش أنا السؤال، والله أنا عارف الإجابة، بس أنا بستأذنك، حبيت أوضح الإجابة للزملاء بس مش أكثر. يعني أشكرك، بارك الله فيك. بارك الله، شكرا. أخوان زملائنا، نهاية فترة نقاش في نهاية اليوم الأخير من الدورة، فالكل يسأل، عنده سؤال يسأل. أي سؤال؟ مهندس نذر. يعطيك العافية دكتورة. هلا فيك، هلا فيك. هلا، أنت حكيتي أثناء مراحل الزراعة إنه بتتأكد إنه النبات نظيف أو لا. كيف يعني نظيف؟ يعني هل إنه إحنا بالعين المجرد بنقدر نشوف إذا إنه نظيف أو لا؟ وإذا تشرحينا شوي عن الأوساط اللي بتتغير، يعني حكيت الأوساط بتتغير، إذا تشرحينا شوي شو الأوساط اللي بنستعملها بالتغير المراحل. يعطيك ألف عافية إن شاء الله. الله يعافيك. هلأ أنا قصدت أن يكون عندي نبات وسط الغذائي بيكون شفاف زي ما أنتم شايفين، شفتوا على الصور تاعت النباتات. أنت بكون النبات يعني البسط مش نظيف، طبعاً بدك نشاهده بالعين المجردة، بتكون في عنا إصابة فطرية أو بتكون على بكتيريا. الإصابة الفطرية بتبين، يعني مثلاً هلا جينا جبنا الخبز، تلاحظوا عليه كيف بيبين العفن، لون أبيض بعدين بتطور للون الأخضر، عفن واضح. البكتيريا أحياناً في ألوان للبكتيريا، أحياناً ممكن يكون اللون صار بينك أو صار لون وايت، فبالتالي واضح للعيان إنه مجرد ما أطلع على الأنبوب أو الجورز إنه فيهم contamination، فهون لازم مباشرة يتم إتلاف العينات خارج غرف النمو وإلهم طرق للإتلاف. هلأ إذا أقصد أنا إنه مثلاً هلأ إني أتأكد إنه خالي من الأمراض، هي شيء آخر. هلأ إنه بدي أتأكد إنه خالي من الأمراض الفيروسية، الأخذ الأصل إني أنا بالبداية أخذت عينة نظيفة أم نظيفة، وما هيك نفرض إني أخذت 20 مرستم بغض النظر شو النبات، أنا بدي أنتج نبات خالي من الفيروس. هذا النبات اللي بدنا نأخذه خالي من الأمراض الفيروس أخذت 20 مرستم، بعطيهم كود نمبر مثلاً من 1 لـ20. هلأ أي مرستيم بدي أعمل له مضاعفة، أول مرحلة هلأ إحنا بنحسب بمعدل تقريبا هي متوالية هندسية، 5 مثلا بعد الشهر الثالث بعد ما أأسس وأثبت النبات في عندي ببلش يعطيني 5، فمن نضاعف يعني أول مرة أعطاني 5، اللي بعده 5 5 5، فمن نضرب، هي متوالية إنه أول مرستيم أعطاني 5، اللي بعده 5 5 25، اللي بعده بتضاعف لحد معين. نفرض إني أنا وصلت يعني مثلاً 125، هنا بعمل تيست، باجي بأخذ عينة عشوائية من مرستيم اللي رقم 1 اللي أعطاني وصلت فيه 125 تيست تيوب، بأخذ عينة عشوائية منهم، بختبر فحص الفيروسات، ممكن في له البروسيجر الخاصة اللي بتمر للفحص، وبده يفحص لي مو مجرد يعني شاهد أو شيء، لا بده يحط على جهاز الألايزا تيست وبده يفحصه ويتأكد إنه في عنا إصابة أو ما في. هلا نفرض إنه حكينا هالعشرين مرستيم اللي أخذناهم وضاعفناهم، في عنا يمكن 4 أو 5 طلعوا infected،
إذا هذول كل العينات لو كان عندي 1000 2000 عينة يجب إتلافهم، مش لازم يضلوا، يعني هم صاروا مشكلة وسورس لا إلا إنهم مريضين، بس نشتغل لنضيف. وهون إحنا بقصد إنه نضيف إنه إذا كان من ناحية إنه فطر أو بكتيريا، ونضيف إنه يكون فعلا إنه الوضع النبات صحي هيلثي ما عليه إشكالية. هاي اللي أنا قصدته بالنسبة لنظافة الأوساط. هلا التغير بالنسبة للوسط الغذائي، إحنا لما نيجي نحكي مثلا الأوساط إنه في إلها مدخلات، حكينا عناصر دقيقة كبرى صغرى، فيتامينز هرمونز، مصادر الأمينو أسيد، أي شيء حطينا، أي نبات بدنا نشتغله حكينا بدنا ندرس. هلا نفرض إنه أنا اشتغلت على نبات ومثلا رحت على وسط، إنه معظم الدراسات بتحكي لي إنه وسط إم إس مورشيجي أندوسكوك، حط لي مثلا الماكرو والمايكرو وكلهم دخلتهم. هلا في المرحلة الأولى يمكن أنا حطيتهم، حكى لي مثلا حطي هاي الوسط، أخذت مثلا 10 مل من الأول الثاني كلهم، أعطيته مثلا تركيز هرمونات أو ممكن ما بده هرمون بالبداية، عملت له تأسيس، حصلت على نبات نظيف. هلا بعد ما أسسته بدروا على مرحلة المضاعفة، الأساسيات ثابتة، يعني أنا عندي إم إس ماشي، إم إس أخذتهم، لكن بدي إيش أشتغل؟ بدي أخلي النبات يضاعف. هلا كيف بدي يضاعف؟ بدي أخليه يعمل لي تفريع. التفريع إذا بدي أشتغل على الهرمونز، الهرمونز بدي أضيف أنا سايتوكاينز أكثر من الأوكسينز، أو بدي أضيف الأوكسينز أكثر من السايتوكاينز، بدي أعتمد على النبات نفسه وأكون دارس النبات بطريقة صحيحة. وبرضه بدنا نجرب، بدنا نجرب على عدة تراكيز، ممكن تعملي أنت 4 5 تراكيز وتشوفي أكثر وسط فيه عليه استجابة نستمر عليه. وبدنا نلاحظ إنه كمان ما نخلي عدد السبكلتشر عالي مشان ما نأثر على النبات بتركيز الهرمونات وبالتالي يصير عندي مشاكل. فإذا كنا بنشتغل على دايركت الأورجانو دايركت بروباجيشن، ما بدي أروح أنا للكلص، بهاي المرحلة عملت مضاعفة، بعمل 5 مرات مضاعفة للأم الوحدة، بعدين بصير عندي توقف مشان ما أثر على الصفات تاعت النبات وأضعفها. إذا بدي أعمل تجذير، إذا بأخذ النبات وبحاول، هلا بدي أخذ أنا نبات لوحده، فالنبات لوحده بدي أوجهه إنه يعمل لي جذر، إذا هون بشيل كل الهرمونات اللي ممكن تعمل لي برانشينج وتفريع ما بدي إياها، بس بركز على نباتات على الهرمونات عفوا اللي بدي يعمل لي تجذير. وبرضه دائما الهرمونز تستخدم بتراكيز قليلة، كل ما كان التركيز أقل وأعطاني استجابة بيكون الوضع أفضل حتى ما أعمل أي إشكالية. الأدابتيشن حكينا إنه بدنا نطلعها ونغسلها ونضيفها، إحنا هنا طلعنا خارج المحتوى. إن شاء الله أكون جاوبت يعني هون على السؤال. يعطيك العافية دكتورة، شكرا لك. الله يعطيك، هلا فيك. مهندس أحمد تفضل. السلام عليكم، يعطيك العافية مهندس. الله يعافيك. بدي عندي سؤالين صراحة بخصوص الكلس، لأنه أنا مش وصلتني الفكرة بشكل صحيح. هلا الكلس إحنا من وين بنقدر نطلع الكلس؟ يعني هاي الصورة مش واضحة. وثاني شيء، ثاني سؤال، إنه هل الكلس هو واحد لكل النباتات؟ يعني بقدر من الكلس أستخدمه لكل النباتات، ولا كل النباتات لها شيء معين؟ بس هدول السؤال. ماشي. أنا يعني عشان بقارنه بالخلايا الجذعية كمقارنة بس. أوكي. عشان هيك. بس يعطيك العافية. الله يعافيك. هلأ ماشي، هلأ إحنا بنقارن الخلايا الجذعية مع هلأ إذا كانت على الإنسان مع النبات. النبات سبحان الله ربنا أعطاه صفة بيسموها التوتوبيتنسي، إنه الخلايا تنقسم ويتكون نبات كامل. يعني إذا إحنا بنيجي بالطبيعة، تروح بتجيب البذرة بتزرعها تطلع، ممكن تعمل ترقيط، ممكن تعمل الكاتينجز تأخذهم وتكثرهم، بده يصير عندي إكثار خضري. لكن لو أجينا للأنيمالز ما بيزبط، للإنسان ما بيزبط، فبالتالي هاي خاصية موجودة سبحان الله
في النبات، إنه الخلايا سبحان الله الخلية النباتية تنقسم وبتستجيب وبتعطيني. هلا مصادر الأنسجة النباتية هي متعددة ومختلفة. بنلاحظ إنه ممكن تأخذ من الورق، بعض نباتات من الورقة، بعض نباتات الأبصال، بعض نباتات الأفرع القمة، لكن هل تستجيب كل الأجزاء للكلص؟ حتى يستجيب كل الأجزاء للكلص أو المصدر النباتي اللي أخذته أنا حتى يكون لي الكلص بيعتمد على عدة عوامل. أول شيء الوسط اللي أنت حضرته، هالوسط هل هو وجهته أنه يعمل لي الخلايا الكلص ولا لا؟ الظروف البيئية اللي استخدمناها بالزراعة كلياتها والتحضيرات اللي صارت، المصدر النباتي اللي استخدمناه. هلا في بعض نباتات سبحان الله ما بتحاول انك تكثرها كلص ما بتضر، ما بكون عندها القدره انها يعني تعطيني، ما بتزبط. بعض نباتات خلص. فبنلاحظ انه يعني في اجماع انه الخلايا النباتات معدد اللي عندها صفه متعدده الخلايا عندها قدره على انتاج الكلص السريع. فبتلاحظ انه النباتات اللي بتكون مثلا ذوات الفلقتين بعطوني سهل انهم يعطوا، في نباتات لا. فهاي يعني انت بتوجه النبات، يعني ممكن الورقه تعطيني، ممكن انت زرعت مرستم صار عندك شغله في الوسط الغذائي عملته، تلاحظ انه ما اعطاني دايركت للشوت مباشره، راح تكوم هيك على بعضه واعطاني خلايا كلص. فهاي اللي يعني عده عوامل بتخلي انه النبات يتحول يعطيني الكلص او ما يعطيني الكلص، بس تقريبا معظم الاجزاء بتعطيك. وضح الصوره. شكرا كثير. تذكر لطفك. هلا في احنا بدنا غير المهندس وليد، ما شاء الله يعني متفاعل معنا. مهندس وليد تفضل، بس بدنا غيرك يا مهندس وليد. يا سيدي انا والله اسئله بعضها بدي استوضحها فعلا من راس النبع اللي الله يجزيك الخير على حسن التفاعل. اخوان زملائنا بدنا الجميع يتفاعل مثل المهندس وليد علسان بالاسئله، يا ريت. أسئلة كثير، بعض الأسئلة الأخرى أنا والله بسألها للتوضيح للزملاء يعني عشان توصلهم الفكرة. على كل حال شكرا مهندس نضال، بالنسبة لغرفة النمو إحنا بنحط فيها الإضاءة اللي هي من أركبها، كم شدة الإضاءة المطلوبة اللي نستعملها مشان توصل النبات؟ يعني هل اللمبة مثلا اللي هي 40 واط أو 180 واط، هل بتكفي فوق مثلا كم مساحه نعطيها او شيء؟ يعني شده الاضاءه اللي توصل للنبات اللي هي تست تيوبس المزروعه. هلا برضه هون حسب النبات. هلا تقريبا معظم النباتات تحتاج انه احنا نعملها زي كانها بالظروف الطبيعيه برا، فبنعطيها يعني احنا عندنا 24 ساعه اليوم، 24 ساعه، فبكون عندي 16 ساعه اضاءه او 8 ساعات ظلام. نعم، كم شدة الإضاءة؟ شدة الإضاءة بتختلف، لكن تقريبا انه معظم النباتات بتروح على 3000 لوكس. 3000 تقريبا. لكن في بعض النباتات انها بحاجة في بعض مراحل احنا ما بندخلها على الإضاءة نهائيا، المراحل الأولى بتروح على الظلام حتى تعمل اكسباند، يعني لازم نعمل النبات يعمل اكسباند ويصير في عنده اندكشن حتى احنا نحفزه انه يصير في زي تمدد للنبات. بعد هيك بنبلش انه يروح على مراحل الاضاءه، والبعض النباتات تحتاج الى اضاءه جزئيه، ما بتحتاج الى اضاءه كامله مستمره. نعم. طيب اللمبه اللي 80 واط كم لوكس تعتبر؟ والله ما انا عارفه، بدك تصيب بده يكون في لها قياس. يعني احنا تقريبا عندك الرف، يعني الرف تقريبا بكون عليه خلينا نحكي ابعاد ارتفاعه 40 بمتر و متر وربع فبكون عليه نيونات عددهم اثنين، نيون بكون اثنين عليه موجودين، اثنين من 80 سم تقريبا. اشكرك على كل حال. الله يخليك. الله يحفظك يا محسن ضل، بارك الله يخليك.
مهندس الهام الزيوت، تفضلي. يعطيكم العافية، مساء الخير دكتور مهندس نضال. هلا هلا فيكي، مساء الورد. بدي أسألك بخصوص الأخطاء أو نحكي المشاكل اللي تحدث بعد زراعة الأنسجة، على الأغلب في أي مرحلة تحدث؟ يعني هل مرحلة تركيز الهرمونات اللي انضافت أو مرحلة التلوث، ولا كل خطأ المشاكل بعد ولا بعد أثناء العمل؟ يعني بعد ما انتهت الأشتال بعد ما طلعها برا. نعم يعني مثل مشكلة النخيل اللي حكينا عنها امبارح مع الدكتورة. مشكلة النخيل أستي، النخيل هلا البعض إنه بيجي بيحكي لك إنه ما عندها ثبات وراثي. في ناس امبارح يعني مثلا كانوا يحكوا إنه ما عندها ثبات وراثي. هلا بالنسبة للنخيل تم هلا كانوا يحكوا إنه في طفرات، ماشي، في طفرات. هلا شجرة النخيل هي من أكثر النباتات اللي عندها ثبات وراثي. في يعني معظم يعني خلينا نحكي كان في دراسة على وقارنوا بالأشجار اللي تم إكثارها بالطريقة التقليدية واللي تم إكثارها باستخدام الأنسجة النباتية على عدد من الأصناف. مثلا هلا دقنة نور والمجهول. دقنة نور بتعرف هو عبارة عن صنف بنزرع بالجزائر وبنزرع بتونس، بالمغرب العربي أكثر شيء. ما كان في عندهم أي ظواهر غير طبيعية على النمو أو الأزهار أو الإثمار. برضو كان على صنف زهري ثوري على عدد كبير من النباتات، من الأصناف عفوا. لكن أكثر شيء كان في عندهم مشكلة فيه هو البرحي. فزي ما امبارح تناقش الوضع أنه كان في أنه ظاهرة الشيس كانت أكثر شيء موجودة على النخيل أنه في مرحلة الإزهار. وبتهيأ لي انه كمان على صنف اخر. لكن المختبر اللي بده يشتغل بالنخيل او بده يشتغل على اي نبات بده يراعي انه هلا ربما انه يعني احد البلدان جابوا منها مره وزرعوا نخيل وبالذات ظهر عليها هي المشكله، ظاهره التشيس. هلا ما بنعرف احنا شو اشتغل المختبر، ما حدا بيعرف هلا شو التركيز اللي حطها عنده، بديش عرض النباتات لهرمونات، شو اللي صار عنده ما بنعرف. هلا الاصل انه هو يكون منتبه، ما يعرض يعني الكلس لعدد يعني خلينا نحكي لضغط كبير من الهرمون. الاصل انه يعرف يتعامل معه ويعرف كيف يحول النباتات بكل مرحله من مراحلها مشان ما يصير عنده مشكله. هلا هاي اللي حتى انت لما تعمل اقلمه النباتات المؤقلمه، يعني اذا كنت انت مثلا على سبيل المثال حتى بالطرق اللي هي انا بروح للاكثار المباشر مش بالقلص، اذا رحت للاورجانوجينيسيس مباشره والاكثار الدايركت مباشر، احيانا في بعض محاصيل ممكن تظهر فيها صفه ما تعجبك، فانت على طول بتعزلها ما بتخليها الا بدك تدرسها شيء جانبي انت لحالك، اما على المستوى التجاري ما بصير تنزل على الاسواق، فبتحس انه في ممكن هالاوراق مش صحيحه. هلا النخيل اذا كان الوضع صحي في مرحله الاقلمه بتطلع انت على الاوراق، اذا كانت الاوراق شكلها صح وهيلثي الامور صح بهاي المرحله. انا بحكي عن نمو خضري، يعني لسه ما وصلنا لمرحله الازهار، ما وصلنا لمرحله انه يكون عندي انتاج وازهار، فبالتالي انه بتكون الوضع صحيح. هلا اذا اكثر مشكله ظهرت هي فقط على البرحي، وبتهيأ لي انه تم حلها عن طريق، انا برجع بحكي انه تم حلها عن طريق اعاده التلقيح مره ثانيه. هاي مشكله كانت موجوده يعني بالاغوار في احد المزارع، وكنا يعني احنا وبعض زملاء كان في معنا يعني ايامها بجوله مع احد الخبراء، كنا مبلشين بالشغل الجديد، فكان موجوده هاي المشكلة، وجدت في منطقة الأغوار الجنوبية ووجدت في منطقة العقبة، وبتهيألي إنها انحلت عن طريق التلقيح. إذا في أي صفة، إذا في مشكلة من المختبر، هلا في فرق أحكي أنا شغلي، إني بدي أحصل على نبات من ضمن المزايا تبعت الأنسجة، حكينا إنه وأنا حبيت أعيدها باليوم بأول محاضرة، إنه
إما إنه بده يكون عندي قوي ونظيف، صح؟ وبده يكون عندي من أحد صفاته بروتوتايب. إذا يجب أن يكون النبات المنتج باستخدام تقنية زراعة الأنسجة هو مطابق وراثيا لمواصفات الأم. إذا كان في، هلا بنلاحظ إنه شغلتين، إذا خالي من الأمراض في له طريقة، وفي عندي طريقة إنه يكون المطابقة. المطابقة تتم عن طريق البصمة الوراثية، عن طريق البصمة الوراثية بده يتم أخذ. لكن بالبداية إنه بده يكون عندي النبات اللي أخذت منه مرقمه. نفرض إنه أنا بدي أروح أشتغل على النخيل، عندي 20 نخلة موجودة بالبستان، كل نخلة لها كود. هلا الكود الموجود بدي أخذت منه فسائل، بده يضل ماشي معه حتى تطلع آخر شتلة عندي من المختبر. أخذت من شجرة رقم 10 أعطتني 1000 نبات داخل المختبر، هذول أمهم من بينه. برجع بدي أعمل بصمة وراثية، بعمل بصمة وراثية للأم، وبدي يكون عارف اللي يشتغل شو بدي يشتغل. بعد هيك باخذ، أنا بدي أخذ طبعا من الورقة من الأم، وبرجع باخذ من الأبناء، باخذ عينات من الأبناء، وبعرف كم وجب اشتغلت وكم باتش اشتغلت. ما بكون الأمور عشوائية، أنت يعني أنت عبارة عن مصنع بتشتغل فيه، كل وجبة لها رقم. هلا إذا كانت هاي الأبناء مطابقة للأم، إذا ما في عندي خلل، وبالتالي هي تروتوتايب 100%، ما إنها إشكالية. بالعكس، النبات المنتج بالأنسجة هو أفضل من إنه الطريقة التقليدية، لأنه إذا زرعت بستان بده يكون عندي يونيفورم، راح شكلا كله متساوي، من حيث الإثمار متساوي، راح يكون عندي قوة بالإثمار وقوة بالإنتاج والشكل أرتب للبستان، فراح يكون عنده مميزات عالية وأفضل من الطرق التقليدية. حتى إنه إذا بدي أقارن من ناحية التكلفة الاقتصادية، هو بالأنسجة حتى لو كانت سعرها أغلى هي أفضل، لأنه الإكثار التقليدي بالنخيل لما بدي أشتغل أنا على البنيات قوي، تروح بالكيس الكبير، فبالتالي مجرد أنت يعني زرعت شجرة تفتح الكيس في إلها مجموع جذري، في إلها مجموع خضري كامل، تزرعهم نسبة الفقد صفر، ما في عنده نسبة فقد. بينما إذا زرعت بالبنيات لاحظ إنه هو ما كذري بهالقوة، لسه بدهم يشتلوا عنده ويدير باله عليه، والله أعلم نجحت أو ما نجحت، وهون بده راح يدفع تكاليف أعلى. تمام هندسة، يعني نحن مثلا للزارع إذا بده يحصل على هاي الشتلات أو إذا تكون على مكاثرة بزراعة الأنسجة، لازم يأخذ عقد مثلا مع المختبر. يعني المزارع كيف ممكن يحصل على هاي الشتلات؟ هل يكون مشتل خاص أو من المختبر مباشرة؟ هل يوقع عقد؟ شوفي، هلا اي مختبر اذا ما طلع بده يكون عنده مشتل، لانه ما بده يعمل ادابتيشن، يعني ما بيزبط، لازم يعمل الاقلمه وبده يحطهم بالمشتل. هلا بعد ما يأقلمهم مزبوط ببيعهم، ما بكونوا يعني المزارع مش راح ياخذ بمرحله الاقلمه، لان اقلمه النخيل صعبه، هي من النباتات الصعبه في المراحل الاولى وفي عمليه الاقلمه، يعني نسبه نجاحها بالاقلمه احيانا ما بتكون عاليه، بكون في عنده مشكله. فمن هيك يعني هو غالي ومتعب جدا ومكلف، يعني شغله مكلف النخيل. لكن ليش تم اللجوء للنخيل بالأنسجة؟ هلا النخيل يعني سبحان الله، النخلة زي الإنسان، فهي يعني زي هلا احنا اكثرناها، طبعا الزملاء كلهم بيعرفوا اذا بدي اكثر عن طريق البذور مش راح يعطيني كله فيميل، راح تكون 50% ميل 50% فيميل، زائد إنه راح تعطيني مواصفات غير مطابقة لأمها. قد تكون بعض 50% اللي طلعوا تعطيني أحسن من الأم، أو ممكن تعطيني مواصفة أقل من الأم، أو قد تكون زي الأم. فإذا إحنا هون دخلنا بنظرية احتمالات. فالبستان اللي بدي أنشئه، أنا بدي أنشئ بستان متماثل قوي، فمن هيك تم اللجوء إلى الأنسجة. هلأ شغلة ثانية، إنه شجرة النخيل سبحان الله بتضلها تعطيني بنيات لعمر معين، بعد هذا العمر خلص بتبطل تعطيني بنيات. فمن هيك الإنسان والنخل متشابه، الإنسان له عقل واحد، رأس واحد، والنخلة لها برعم قمي واحد. ف
فهي اذا انضرب البرعم من القمي او القمه انضربت فهو خلص انتهت الشجره. فليش هلا احنا عندنا مشكله السوسه؟ السوسه بتيجي بتضرب على البرعم من القمي. فمن عندنا مثلا كمان شغله انه يعني هلا اذا بتنتج يعني امبارح مثلا البعض بيحكي لي انه انتج اوفشوت ماشي. هلا مزارعين النخيل لما يصيروا نطفوا الاشجار كل الفسائل اللي بتطلع بيتم اتلافها وحرقها حرق مباشر، لانه انا ما بعرف يمكن تكون البيوت ساعه السوس الحمراء موجوده فيها، فهو اذا كثرها ممكن تعمل له اشكاليه. فهون صار المصدر مش نظيف. نفرض انه عندنا زي ما صار بصنف المجهول، صنف المجهول هو مجهول او المدقول هو اصلا صنف كان موجود بالمغرب، والمغرب كان فيها كميات هائله من هذا الصنف، لكن ومن اصناف اخرى، لكن صار عندهم مرض البيوض. مرض البيوض هو عباره عن مرض فطري واصاب عدد كبير من واحات النخيل، وبالتالي اخذوا هالصنف وتم اكثاره، وهذا الصنف من هيك اخذ اسم مجهول، يعني ما كان معروف ايش هو. واحنا يعني انجاب عنا ونزرع باحدى المحطات كانوا أكم شجرة وأخذنا منهم واشتغلنا عليهم. وحتى أنه ما بعرف إذا مهندس أحمد بيقدروا يعملوا جولة للزملاء على محطة الكرامة، موجود فيها بستان للنخيل منتج باستخدام زراعة الأنسجة وعن طريق السوماتيك إمبريوجينيسيس اللي هي الطريقة الاندايركت مو الأورجانو، عن طريق الاندايركت. فهاي يعني هناك عدة أسباب حتى أنه إحنا نلجأ لا هاي التقنية. هلأ يعني مئات الآلاف حول العالم إنه زرعوا باستخدام هذه التقنية. إذا كان في عندنا مشكلة ببعض البساتين طلع لك أكم شجرة عادي، يعني ما في هالمشكلة، لكن ما نحكي إنه مقابل النجاح الكبير اللي حققته هاي التقنية. تمام مهندس سايب، بس بدي ارجع لنفس النقطة إنه ممكن إنه المزارع يحصل على نحكي مثلا زي كفالة، أنا لما أخذ الأشجار المزروعة بالأنسجة كفالة من المختبر إنه أي مختبر أحكي لك هي أي مختبر بده يحكي له إنه مطابقة وأخذ من مطابقة بعطيه، ما عنده إشكالية. لكن أحيانا أنت ما بتعرف شو بصير عند المزارع برا، يعني ممكن يكون أثناء عمليات الزراعة ممكن يكون الخطأ، يعني هلا هو أخذ نبات مطابق، الأنسجة بده يعطينا نبات مطابق ما عنده إشكالية، وبعمل فحص، عرفتي بيجي بيعمل فحص إنه الأم اللي أخذها، هو طبعاً الأصل إنه يكون مراقب البستان، يعني إذا أخذ يعني اللي بده يأخذ العينة بده يعرف كيف يأخذ العينة، إنه راح على بستان مثمر إنه سنوات بثمر وضعه تمام، وضعه الصحي تمام، ما في أي إشكالية، أخذ العينة. أما مش مجرد والله إنه أي عينة، عرفتي تمام. ما بنعرف شو بصير بمشاكل يعني اللي بصير بالمختبرات، مو بس انه السورس تبع النبات، في عنده يعني اشياء ثانيه عرفتي، بس تطلع من عنده ومش مسؤول عنها. واي تمام. مختبر كل التعب اللي بتعبه مش راح يتعب على الفاضي، بده يعني لانها بتكاليف مرتفعه جدا، المواد الاجهزه الشغل داخل المختبر يعني متعب جدا، الايدي العامله اللي بدها تكون مدربه وتشتغل، فالوضع مو سهل انه هو يخرب سمعته. يعني بده ياخذ من مختبر نحكي ثقه، بده يكون ثقه طبعا، بده ياخذ منه شغل ثقه. تمام، شكرا لك مهندس، شكرا على التوضيح. هلا هلا هلا. كان في الدكتور محمد ابو رداحه كان عامل رايز هاند. دكتور محمد تفضل، تقدر تفتح المايك دكتور محمد، انت عملت رايز هاند قبل شوي. انا مش صلاه، مش في صلاه يا مهندس. نطلع 10 دقائق للإقامة لو ناخذ سؤال، احنا اذا في عندك سؤال اساله. في بس عشان قلت جزك لو الناس تحت صلاه.
اخوان المايكات، المايكات اخواني، زملائنا زملائنا المايكات. يعطيك العافية. هلا دكتور. واحنا عشان استراحة صلاة انسحبنا، قلنا خلينا ناخذ استراحة صلاة بلاش. احنا ناخذ بسكوت شوي لسه، ممكن نضل 10 دقائق للإقامة. خلص دام في 10 دقائق في فرصة يعني نحكي. بالضبط. احنا بدنا يعني مثل الأخ وليد، يعني احنا بدنا نفس مع المهندس نضال ما شاء الله قامة علمية كبيرة، انه نفتح مجال للزملاء. الزملاء الموجودين معظمهم جزء خريجين جدد، يعني نتحاور وناخذ المعلومه العمليه لانه كلنا اشتغلنا بالحقول. هلا بالنسبه لموضوع الشاب اللي سال عن المهندس كلص، اذا ما بعرفش شو كلص انا، بس يعني سؤال اذا ما بعرفش هو نفسه لما ناخذ عقله، العقله لما ناخذها نعملها تعقيل بيطلع من اسفلها الانتفاخ، هذا هو الكلص ك يعني بدون تشو كلتشر. هلا موضوع الاستوماتيك امبريوجينيسيس والاورجانوجينيسيس، يعني اللي هي اندايركت ودايركت، يعني دائما المشاكل تطلع في الاندايركت مضبوط، اللي هي استوماتيك، بس هي بتعطي كميات كبيره من الاشتال مع المنتج تبع المختبر. اما الاورجانو مشاكلها اقل لكن تعطي عدد محدود، صحيح مهندس نضال؟ هلا الاورجانو كاعداد، كاعداد كاعداد. هلا يعني نحكي عن نخيل، النخيل نخيل هو اهم شيء النخيل. هلا النخيل السوماتيك بعطيني اعلى، مزبوط، بس الاورجانو انت بتوسع القاعده وبالتالي بتاخذ كميات كبيره. طب هو المشكله كلها في هلا في مشكله السوماتيك. هلا في مشكله بالاورجانو، هلا الاورجانو كمان في مشكله. هلا مشكله بعض مختبرات انه بس يحصل على يعني يعمل تاسيس، اذا زاد المضاعفه رح يطلع عنده، رح يطلع عنده مشكله. هلا اي نبات بده يشتغل عليه حتى بالاورجان، عدد السب كلتشر مهم جدا. نعم. مش لازم يكون عدد السب كلتشر كبير، لا اذا كان عدد يعني ما بصير انا اسحبها والله اعمل لي 20 سب كلتشر من نفس العينه. مزبوط. بقصد انه مثلا خمسه يعني زاد له واحد ها بنمشيها، يعني اما اكثر من هيك لا، لانه بصير في عنده، بصير عنده ضعف، عرفت؟ مزبوط. ممكن يصير مشكله. هو مشكلة انه خلص لانه هي مشكلة الكلص بالنخيل، يعني انه كثر زي ما حكيت انت بكثر استخدام الميديا والهرمونات تظهر المشاكل يعني في الموضوع هذا. فموجودة مشكلة الشيس وموجودة، بعدين في عنا كمان مشكلة بسألك، الكلص مرات ما بيستجيب للهرمونات، للمنظمات عفوا، خلينا نكون دقيقين بالكلام، الهرمون الطبيعي والمصنع هو منظم، مرات ما بيستجيب يعني يعمل ديفرنشيشن روت وشوت، شو الأسباب ما بيستجيب؟ هلا الجزء النباتي ما بيستجيب. مش الكلص؟ هلا لا، هلا الكلص هلا احيانا يعني بدك تعرف تشتغل عليه، يعني بدك تجرب. هلا في بعض هرمونات احيانا يعني، هلا كمان الكلص انواع، الكلص انواع. هلا الكلص الجيد الكويس بده يكون عندي فريبل، حتى لونه بكون يعني مختلف. بينما بعض كلص بكون انت بتشوف كتله ولونها ابيض وبتجنن وبتحكي خلص حصلت على الكلص، فلما تيجي بدك تعمل كلتشر لها ولا هي عباره عن يعني كانها مي، يعني مجرد ما تحط الملقط او المشرط ولا هي عباره عن يعني تعمل هيك بالمشرط فبتذوب وبتكبها، يعني كانك ما اشتغلت. بينما الكلص على الفاضي هي بتكون فريبل وبتكون يعني، يعني هون بتكون كمان سبحان الله بتكون بالأول كتلة زي ما شفنا بالسلايد قبل شوي، بعد هيك بتبلش تصير يعني شفتوا أنتم بالأنابيب زي كأنه كل واحدة لحالها، كل حبة لحالها. ليكون هاي بسموها الفيرتيكيشن، هاي اللي هي كتلة زجاجية، بتكون كتلة زجاجية ما بتكون منيحة. فيرتيكيشن اسمها بالإنجليزي فيرتيكيشن. لا هلا التزجج، لا هلا التزجج تزجج أيوة شيء آخر، شيء آخر. هلا الفيرتيكيشن، الفيتريفيكيشن، الفيتريفيكيشن هو عبارة عن التزجج أو الانتفاخ. نعم. بيكون عندك الجزء سواء كان يعني وبتظهر على الإكثار الخضري، هون بيكون عندك يعني ممكن في خلل بنسبة الأجار، أو ممكن في يكون عندك خلل بنسبة الهرمونز، فبالتالي بدك أنت تعرف شو بتشتغل. ممكن يكون الهرمون، الهرمون زيادة فعمل لك الفيتريفيكيشن، ممكن يكون عندي الأجار في مشكلة فبدك تعمل له كمان معايا راح تتزبط وتنتهي من مشكلة الفيتريفيكيشن، لأنها مش راح تعمل لك يعني لما تصير تعزل، أنتوا تعمل
فصل للعينة ما بتعطيك إشي كويس، راح بدك تتلفها، لازم تحل المشكلة. طيب هلا بالكلص لما بدي أعمل له راديكال وشوت، الهرمونات بحطهم مع بعض ولا كل واحد بمرحلة كهرمونات للتجذير غير عن هرمون الشوت مثلا ديفرنشيشن؟ صحيح. هلا إذا رحنا إحنا على السلايد، رحنا على السلايد في مرحلة المضاعفة، يعني روحوا على السلايد مرحلة المضاعفة المرحلة الثانية، لاحظوا إنه كل في عندي الحبيبات الناعمة هاي عبارة عن كلص، الحبيبات الناعمة الصغيرة هاي كلص، بينما لاحظوا إنه في عندي استطالة في لون مثلا هون أبيض في شوي أخضر على الأخضر فاتح، وهون هاي حبيبات الكلص بلشت تتمايز وتعطيني شوت أند روت. فإيش بصير بهاي المرحلة؟ بهاي المرحلة نأخذ كل واحدة لوحدها، يعني زي كأنه كل حبة كلص بتصير عبارة عن حبة حمص أو عدس، فبنأخذها بنسحبها لوحدها وبنزرعها على وسط الاستطالة والتجذير، فبتيجي على المرحلة اللي بعدها النبات بيطول بيعطيني جذر. طب احكي لنا إيش الهرمونات تاعت الجذور وتاعت الشوت؟ هلأ في عندك عدد من الهرمونات، هلا منظمات عفوا عشان نكون دقيقين، المنظمات الجروث ريجوليتور، نعم اوكي. هلا مثلا عندنا الاوكسينز بيوجهنا انه يعمل تجذير، ممكن نستخدم نفتالين اسيتيك اسيد، ممكن نستخدم اندولي بيوتريك اسيد، هم اكثر شيء متداولين هم هذول، يعني يعني الاندول والنفتالين اكثر شيء ممكن نستخدمهم. هلا بالنسبه للمضاعفه بدنا نحاول ان يكون في عنا سايتوكاينز اكثر، هو بيعمل لنا المضاعفه، البنزيل ادينين، الزياتين، في عنا هذا الشوت تذكرنا امبارح عدد كبير من هاي البرانشينج، برانش شوت نعم برانشينج انه يعمل لي تفريع، فممكن نستخدم السايتوكاينز. واحيانا بدك تضطر تعمل بالانس، ممكن بدك تعمل يعني بين الأوكسينز وبين السيتوكاينز حسب وضع النبات حسب المرحلة. تمام. طب الصلاة الآن الصلاة ممكن تركيز دكتور محمد. خلاص ما قلنا لك إذا فتحنا راح نكمل راح نكمل نعطي ربع ساعة بالكثير إن شاء الله ونرجع نكمل إحنا حوارنا. فأخوان زملائنا الجميع هذا الموجود، إحنا نرجع بعد ربع ساعة نروح نصلي ونرجع إن شاء الله.
مهندس نضال يعطيك العافية. مهندس نضال نكمل احنا ان شاء الله باذن الله. في مهندس كان زميلنا عبد الله راضي كان عامل رايز هاند، فاذا في عنده سؤال يتفضل. تفضل مهندس عبد الله. السلام عليكم، تقبل الله. وعليكم السلام، نعم ان شاء الله. تفضل. عندي مجموعه اسئله. السؤال الاول هو اعتقاد، يعني أنا لما كنت في كلية الزراعة وذكرت زراعتي الأنسجة بأكثر من مادة، قيل إنه ما دام أنا عندي أي مجموع خضري من الشجرة بإمكاني إني أنا كاثر منه عن طريق زراعة الأنسجة. هل هذا الاعتقاد صحيح؟ وإذا كان خاطئ إيش هو الصحيح يعني؟ أي مجموع خضري؟ أي مجموع خضري؟ بالذات الورق، يعني ورق شجرة، يعني بإمكاني أن أنا كاثر هيك، يعني كان معروف بين المحاضرين، ما بعرف هل هو صحيح أو لا. هلا إحنا حكينا إنه خاصية الموجودة بالنبات الله سبحانه وتعالى حطها بالنبات، إنه ممكن إنها يعني أنت تحفزها وتعطيني النبات كامل، يعني الخلية النباتية ممكن تتطور وتعطيني نبات كامل. هلا في عدة أجزاء ممكن نأخذها، هو مظبوط على مجموع خضري. ممكن حكينا نأخذ من الشوتب، ممكن نأخذ من ندخل على البرعم، البعض بأخذ البرعم، البعض بأخذ من الورقة، ممكن أنت تأخذ من أجزاء من الساق، من الجذر، فممكن مش إنه مش ممكن، لكن في جزء أسهل من جزء، أو إنه مثلاً ممكن قابلي انه يتحول ويعطيني نبات بطريقه سريعه اسهل. لو اجينا نروح على مثلا نبات شجري مثلا تفاحيات لوزيات، اسهل لنا انه احنا ناخذ مثلا الشوتب او ناخذ المرستيم. طبعا المرستيم موجود داخل البرعم، اسهل لعده اسباب. اول شيء انه انت رحت على الخلايا اللي هي فعلا راح تعطيني يعني بتكون حيوية ونشيطة وراح تعطيني النبات مباشر، راح تبلش تعطيني إياه. هلا الشغلة الثانية إنه راح أقلل من نسبة المشكلة. هلا إذا كنت أنا بدي أزرع برغم مثلا كامل، بده يزيد عندي نسبة التلوث تصير أعلى، لأنه يعني بده تنظيف. الشغلة الثانية بيصير عندي مشكلة اسمها براونينج، بصير عندي سويداد، وهذا الاسويداد نتيجة إفراز مادة الفينول، والفينول عادة بقتل الجزء النباتي فبيعمل مادة سمية. فبالتالي بدنا نكون إحنا حريصين شو بدنا ناخذ. هلا اذا كان نبات يعني مهدد بالانقراض وما جبناش الا هالجزء ما فيش الا هو، بنحاول فيه. اما اذا في نبات موجود منه عده اجزاء يعني بدكون تعرف كيف تشتغل عليه. طيب في عندي سؤال بالذات على موضوع مهدد في الانقراض. عندنا فلسطين في المشتل الحكومي او يعني تابع للوزاره في مشروع تخطير فلسطين للاشتال الفرجيه، عندنا متابعة بينها وبين يعني المحميات وغيرها، وبعد الدراسات الإحصائية والمسح وإلى غيره، يعني أي من الأعداد الموجودة في المحميات بصل أو أبصال الزينة للسوسنة مهددة بالانقراض فعليا، أو يعني عندنا عددها قليل جدا ونادرة، يعني على شفا حفرة إنها تختفي. فالاتجاه الوزارة الآن إنهم يزرعوها بالأنسجة. هلا أنا سؤالي كيف هم ممكن إنهم يزرعوها بالأنسجة بما إنها بصل؟ يعني أنا فيش عندي بتعامل مع إشي تحت التربة، عن لو بدي أكاثرها أنا بكاثرها بالأبصال أو بذورها، هل بالأنسجة كيف حيكون الوضع يعني بالنسبة للبصل؟ وهذا فتح علي سؤال ثاني، يعني انه احنا اليوتيوبرز كيف نتعامل معها في زراعة الأنسجة والأبصال والأشجار بشكل عام، يعني احنا اي اجزاء راح نكاثر منها او ناخذ منها الجزء اللي انا بدي اعمل منه زراعة الأنسجة. هلا
هلا نحكي على الأبصال. الأبصال هلا ممكن أكثرها عادي يعني ما في مشكلة تتكثر ومنحافظ عليها. رح ناخذ جزء من الأبصال، يعني بدنا نشوف النبات ونشوف وضعه والمرحلة اللي بدنا ناخذ منها وأي موسم بدنا ناخذ، عرفت؟ اللي بده يشتغل فممكن يتاخذ جزء من الأبصال، يمكن يعني جزء من الأوراق وينعمل عليها، لكن أكثر إشي ممكن إنه من البصلة نفسها، يعني مش من الورقة نفسها. بده يشتغل من... من البصلة أكثر إشي، بس الورقة ممكن يأخذ الورقة وبده يروح على indirect propagation، بيمشي ببروتوكول indirect، بيكون أطول من إني أخذها من البصل نفسها. الورقة لا، بس البصلة هي لي إنه هلا في بعض نباتات أنت بتشوفها صغيرة وعرأيك إنها موجودة تحت الأرض ويلا طلع شيء، بس لكن التعامل معها صعب، يعني شغلها صعب. بس في نباتات سبحان الله سهلة، عرفت يعني، وحتى بتشوفها هيك هيوج برا وتطلع عليها ولكنها سهلة. فبدك تعرف تتعامل مع النبات، كل نبات له طريقة، بس الأبصال يعني ممكن عن طريق الأبصال. نعم. إيش الشجرة الثانية اللي بتحكي لي عنها؟ التيوبر زي بطاطا وغيره، كيف ممكن احنا نكاثرها؟ هلا التيوبر البطاطا انه احنا بدنا ناخذ نفس الدرانه بنحفزها حتى تعمل ايش؟ تبرعم، عرفت؟ لما تبرعم نيجي ناخذ منها هي بحيث انه نوصل للخلايا الميريستيميه اللي موجوده بداخل البرعم، لانها بتكون نشيطه. بس نتاكد انه بالتيوبرز انه انا حصلت على تيوبرز نظيفه. تمام. ماشي، يعني انت بدك تعرف انه انت حصلت على تيوبر، لانه التعامل مع البطاطا بيختلف عن النباتات الثانيه. هلا البطاطا ضروري جدا انه يكون المصدر عندنا سوبر إليت، لانه البطاطا زي ما انتم بتعرفوا لها مراتب، فبيكون عندي نظيف خالي من اي شيء، وبالتالي بدنا نكثره، لانه هاي المرحله ممكن انت تنتج بتيوبرز مايكرو تيوبرز داخل الأنبوب، وممكن تنتج أنت النبات. إذا في عندكم هون سلايد، سلايد موجود؟ فيش لا. أي سلايد ممكن أشيله؟ في سلايد على والله يمكن بالمحاضرة الأولى مهندس. المحاضرة الأولى في سلايد على اليوتيوبرز. هلا أنت شايف عندك الأقلمة المرحلة الرابعة. المرحلة بس عندك المحاضرة الأولى فيها. هلا السلايد بالمرحلة الرابعة، آخر سلايد بهاي المحاضرة، هاي بطاطا لاحظ أنها مأقلمة بالصواني، وهاي مزروعة بالجرين هاوس، هاي حتى معاملة أزهار لونها أبيض. صحيح. هاي آخر بالضبط، هاي بطاطا مأقلمة موجودة بالصينية، تم أقلمتها وبعد أقلمة الأشتال تم نقلها للجرين هاوس لإنتاج التيوبر. لكن إذا منروح على المحاضرة الأولى، إذا عندك مهندس أحمد موجودة عنا، موجودة صور التيوبرز؟ لا والله، هي موجودة على لابتوب ثاني، موجودة بالنقابة. والله على كل حال، هلا إحنا بيكون عندي يعني المايكرو تيوبرز ممكن ننتجها إحنا داخل المختبر، ممكن ننتج الأشتال الشتل. هلا اذا انتجنا الاشتال بدنا نعملها اقلمه وبعدين ننقلها على الجرين هاوس، لكن تحت مراقبه شديده جدا حتى ما يصير في عندنا سورس للفيروسات. وانتم بتعرفوا انه المن هو احد المسببات للفيروس، بنجيب الوايت فلاي بصير عندنا مشكله الفيروس ناقل، فبدها تكون مراقبه شديده. هلا المايكرو تيوبرز بيتم انتاج المايكرو تيوبرز داخل اللاب داخل الانابيب، وبالتالي تحصد هاي المايكرو تيوبرز صغيره، وبعدين بنعمل لها يعني نكسر السكون تاعها شوي، وبعدين نزرعها ببوتس حتى ننتج احنا التيوبرز الاكبر شوي، وبتدخل بمراحل. انا انتم احنا هلا البطاطا بنزرع تقريبا نستورد الجيل الرابع او الخامس، فانت يعني هي بتحتاج الى مراحل. بدك تنتج انت السوبر إليت، لازم يكون عندك سوبر إليت نظيف، وبعدين بتنزل الإليت مراحل شوي شوي. نعم. لا هي ما بعرف انا، بس هي على الاغلب انها بالمحاضره الاولى كانت اليوتيوبر. تمام، وصلت هي الفكره. حاب اسالك سؤال برضو مهم جدا بالنسبه لي والاخير، اللي هو
اللهم صل على محمد. بالنسبه للجينيريشنز يعني انا لو بدي اعمل مثلا تيشو كلتشر لنوع من انواع الفطر تمام شفت المزارعين حتى على المستوى التجاري او مستوى المخبري بيستخدم الميديا البي دي اي بوتيتو دكستروز اجار وبحطها في البيتي ديش تمام بيستخدم له 20 30 بيتي ديش وبعديها بيكاثر فيها طبعا قطع بسيطه جدا وبخزنها عنده في الثلاجه بيزرع منها بيستخدم ليكويد كلتشر بدون الاجار طبعا حتى يكاثر المايسيليومز الفطر نفسه وبصير يزرع منها هلا لما تخلص هذول البيتري ديش يعني انا قاعد افكر انه هو ليش عمل هذا الاشي وهو بامكانه مثلا انه يروح مثلا اذا خلص البيتري ديش بدل ما يعمل العمليه نفسها او عفوا يعني شايف كيف اصل الفكره لكن انه بامكانه يعيد العمليه بكل بساطه يجيب من اللي زرعه او الناتج الفطر اللي اخذه ياخذ بارت من الفطر ويعمل نفس الحركه ويعمل زراعه جديده من نفس الجيل الاول هلا تكرار هذه العمليه اني انا اعمل جيل واخذ منه زراعه وجيل ثاني هذا اخذ منه كمان زراعه وجيل ثالث اخذ منه كمان زراعه هل هذه فيها اي مشكله بتاثر على الانتاج حجم هذا هلا الفطر يعني ما بعرف اذا انت تعاملت معه ولا لا لكن كموضوع جينيريشن وتشو كلتشر هل هو ككونسبت بياثر او لا يا سيدي هلا انا الفطر تعاملت معه وانتجته بمراحله كله وجميعه هلا انت اللي بتحكي فيه هلا الاصل انا اشتغل على الفطر بالذات هلا هو بيشتغل زي هيك راح يضعف معه الجينيريشن ما بصير هلا هو صار عندي على الطبق صح هلا الاصل هو عنده هاي اللي بده ينقل على المرحلة اللي بعدها مشان يضاعفه ماشي وبعدين بيروح بعطي للمزارع هلا هو وداها على الليكويد ميديا بده يعمل انجكشن حتى ينتج الأبواق لكن إذا ضل يكاثر فيه راح يصير فيه عنده مشكلة الضعف مشكلة الكونتامينيشن كونتامينيشن بتزيد بمجرد اني انا اخذت من جيل ثاني هلا لا هو بتزيد لما يضل يعمل كل شوي عيد يعني ياخذ منهم نفسهم اذا هو بيرجع يعني مثلا اخذ اكثر اطباق وداها على مثلا على خلينا نحكي على اكياس او اي شيء بكاثر فيه على مثلا حطهم على القمح وكثرهم رد نقل من القمح لقمح رد كمان مرحله اضعف الجيل صار عنده ضعف ونسبه الكونتامينيشن زادت بتزيد الكونتامينيشن وبتلاحظ هلا احنا اللي بيشتغلوا بهذا المجال بياخذوا معظم الابواق بيجي بيحكي لك والله في عندي كونتامينيشن كثير ومش ناجح وايش بيحكي لك مش يعني مشاكل متعدده تيجي من وراء هالمشكله فانت اللي تفضلت فيه انه انا انتجت جيل واحد فقط بنتجه ماشي واعطيته برجع باخذ ثمره جديده في ثمار جديده وبعمل جديد باسس جديد وما بضعفش الجيل الثاني كإنتاج لا 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 مو حاجة فيش في مشاكل أنت أخذت ثمرة جديدة صح ثمرة بس جديدة. لكن هو ناتج من التشو الكلتشر الأولى يعني ماشي بس ثمرة جديدة ما دخلنا إحنا بأي طريقة إجت ماشي هلا هو ثمرة جديدة الثمرة الجديدة اللي أنت أخذتها هي وبتختار مواصفات ثمرة ممتازة كويسة فأنت أخذتها فهون صارت إيش نيو كلتشر تمام انا عشان ضعت انا فهمت عليك الان لكن محاضره امبارح مثلا لما تكلمنا عن النخيل وقلنا كانه ما بنفعش اني اخذ خمس زرعات يعني في الجيل الخامس او حاجه هيك بنوقف هلا هون بختلف عرفت انا حكيت لكم من الاول كل نبات له طبيعته وكل نبات له طريقته وكل بروتوكول بنشتغل فيه بدنا نعرف شو بنشتغل يعني انا لما باجي بحكي اورجانوجينيسيس بدي اعرف شو بحكي وشو بشتغل لما بحكي سوماتيك امبريو بدي اعرف شو اشتغل فالفطر شوي بيختلف عنهم يعني انا قدرت اجاوبك لاني مشتغله فيه بس الوضع مختلف هلا بيهمني اني حتى لو كان بشتغل بطريقه الاكثار المباشر
ما أظل نازلة طالعة بس أكثر من هالنبتة أخليها عندي 10 سنين وأنا بشتغل فيها فتضعف غصب عنها، عرفت؟ صح إنه إني أجددها، يعني أخذ جيل جديد ما يكون نفس الشيء. يعني ممكن أنت تروح على بستان مش إنه نفس الأم اللي أنا زرعتها عندي أروح أرجع أخذ منها، ممكن أخذ من أم ثانية، لأنه بيهمني أنا القاعدة الوراثية تكون كبيرة، ما بيهمني إنه بس إني أصغر القاعدة الوراثية، لازم تكون القاعدة الوراثية كبيرة. في حالة إني أخذت أنا بالأشجار ممكن أنا أخذ من أروح على بستان فيه 1000 نبتة ممكن أخذ 20 أو 30، بس لاحظ أخذتهم من 20 شجرة، ما أخذتهم من شجرة واحدة، وكل واحدة إلها الليبلينج تبعها والكود تبعها. نبات الأنسجة من لما يدخل لما يطلع أنت بتشتغل فيه إنه دفتر عائلة عندك، ما في من ساعة ما دخلت النبتة لحد ما طلعت في إلها كود بتحمله وفي إلها سجل عندك، تمام. ما بتمشي هيك بشكل عشوائي لأنه أنت بدك تعرف شو بتشتغل. نعم، يعني ما فيش أي إشكال، بالعكس يعني أنت بتفضلي أو الطريقة الصح إنه أمشي في إنه أكثر الأمهات اللي تشكر شر الفطر بالذات، يعني فيش فيها أي مشكلة. الفطر هلأ شوي يعني يفضل يفضل إنه أنت مثلا أنا أخذت هلأ كثرت على أطباق، الأطباق نقلتها على قمح صح؟ هلأ على قمح أو ليكويد كلتشر، أو ليكويد كلتشر هاي المرحلة. بعد هاي المرحلة وين بدي أروح؟ بدي أعطيهم للمزارع، يعني اللي أوزعها أعطيها للمزارع. أو إنه من الطبق نقلت على القمح ماشي، أو إنه حطيتها بالسائل وعملوا إنجكشن، هو حطه على السائل حتى يعمل إنجكشن وتسهل عليه العملية. بعد هيك بتروح للمزارع، لما تخلص يعني هاي من عندي ما برجع والله بكثرها من أول لأبو جديد، بدخلها بجيل ثاني، ما بدخلها جيل ثاني لأنه بصير عندي ضعف. باخذ طب هل يعني انا باخذ من ثمره ثانيه، من ثمره ثانيه من اللي انتجتها من هاي التشو كلتشر عادي ولا تعتبر جيل ثاني؟ لا عادي، انتجت ثمر انت الثمر طلع وجاهز، باخذ من جاهز. الثمر خلص باخذ من الثمر ببلش كلتشر جديد. الثمر ناتج عن التشو كلتشر بس اصلا هو خلص. كله يعني انا ما بدي احكي التشو كلتشر، يعني انا بدي احكي اكثر ابواق، فمجرد يعني هي الطريقة، هي الطريقة المثلى للإكثار بهاي الطريقة، فبالتالي الناتج يعني ما في طريقة ثانية يكثروا فيها. يعني هلأ إحنا مثلاً ما في، فباخذ هذا الثمر وبرجع بشتغل فيه. تمام، الله يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك، شكرا لك، هلا فيك. كذا مهندس وليد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مهندس نضال الله يعطيك العافية أول. الله يعافيك يا رب. سؤالي الروت تيبس اللي هي قمم الجذور. هذه يمكن استخدامها ستارتينج بوينت للأجزاء الممكن نستخدمها للتشو كلتشر ولا لا؟ ممكن، لأن هي أصلاً يعني هي موجود فيها خلايا نشيطة، خلايا ميريستيمية نشيطة، فممكن نستخدمها في بعض النباتات وبتمشي. وفي النخيل والموز ممكن؟ لا، لو أحكي لك أنا بصراحة اشتغلت عليها بالنخيل ما يعني نسبة نجاح متدنية، ما في، وبالتالي يعني ما بشتغل عليها. أنت لأنه اللي توفرها أكثر، لأنه الروتس عندك بعرف كم هائل. بعرف والله، بس يعني أنا ما حسيتها يعني مشت زي ما بدي، فما ما يعني أنا طيب أوكي. بس بعيد سؤالي، هو كونه إذا أنا شجرة بتأخذ منها من اللي مرستميت تشو كلتشر تشوز اللي هي محدودة بتكون في الشجرة في البنية، بينما في الروتس بجوز أنا ألاقي بالعشرات والمئات وممكن أكثر كمان، فبتكون مزبوط. حتى لو كانت نسبة النجاح 50% عن هذيك، هذه تعتبر مثلا الأفيلابيليتي تاعتها أضعاف هذيك. هل هذا بتجاوب يعني بتحل الإشكال؟ هلا البعض اشتغل، عدد كبير من الباحثين اشتغلوا على روت تيبس بس ما كانت نسبة النجاح عالية، يعني او حتى يعني تكاد يعني النجاح مش عالي كام يعني. لا يعني البعض منهم كان يحكي تكاد تكون قريبة من الصفر، عرفت؟ لا ما في نجاح اصلا. يعني البعض منهم، لكن انا بحكي لك انا اشتغلت عليها وجربتها، لكن ما بروح اخذ من الروت تيب يعني من النخيل بالذات يعني. بالنخيل. اما مثلا السؤال
اعتقد المهندس اللي سال اسمه زميلنا عبد الله اللي هو قال في نباتات اللي هي مش عارف سماها اللي هي قريبه الانقراض، هل ممكن هذه تساعدوا فيها؟ الابصال مثلا نعم نساعدوا فيها ما في مشكله. يعني هاي كانت حل اخر انه ممكن هو يعمل استخدام الجذور بالاضاءه الجذور. للجذور انا حكيت له يستخدم الابصال. الابصال او جذور النباتات ما دام في ابصال بده يجرب يمكن تستجيب عنده. نعم. بس انه ما دام عنده ابصال يشتغل على الابصال. نعم. طيب السؤال الثاني، في اي عمر عاده لما بناخذ شتلي تشو كلتشر نخلي مثلا، في اي عمر بتبدا تعطي فسائل تقريبا؟ هلا اذا اخذتها انت تقريبا هلا تقريبا اخذتها ثلاث سنين من المختبر. ثلاث سنين ثلاث سنين عمرها، ثلاث سنين اخذتها من المشتل صح؟ نعم. ومعطي اوراق حقيقيه ووضعها تمام تقريبا. نعم. لما اللي زرعناهم في شيء بالسنه الثالثه بشر من الزراعه اللي هي في الحقل. بالحقل بالسنه الثالثه بشر، بس ايش نعتبر انه احنا هو بلش يعطينا بالسنه الرابعه. بس بالثالثه هذه ميزه تضاف لتشو كلتشر النخيل انه صحيح. يبكر كمان باعطاء الفسائل وبكون متماثل. انا بدي اضيف كلمه بسيطه للاخت الزميله اللي قالت انه المختبر يتحمل المسؤوليه. ما في مختبر في الكون كله بيتحمل مسؤوليه اي نخله بتطلع من عنده للاسباب، لانه عوامل العنايه والتغيرات يعني المؤثرات على النبات عديده جدا، والمختبر ما بقدر يضمنها اصلا. لذلك ما في حد بيتحملها. ايوه. لا ولا اي نبته يا مهندس، لانه انت مثلا هلا انا احكي لك شغلي على سبيل المثال، ايش بدنا نحكي مثلا البطاطا صح؟ هلا البطاطا نفرض انه انا كمختبر طلعت لك اياها نظيفه وامورها تمام وفحصتها، خذها وافحصها، بحكي لك روح افحصها بتطلع لك انه فري نظيفه فري فيروس. لكن انا ما بعرف انت شو الاجراءات اللي استخدمتها اثناء الزراعه وبالحقل شو صار، ممكن بخطوه ما تنقل انت الفيروس الها مزبوط. فبالتالي المختبر ما له ذنب، هو اعطى اي مختبر بالعالم انا بحكي عنه، هو اعطاك شيء نظيف خالي من اي مرض. هلا بتصفي البروسيجر اللي بالحقل، انت شو اللي بيستخدمها المزارع شو اللي بيعمله هو اللي بصير عليه اشكاليه. احنا انا بناقش النقطه مش الانفكشن، انا بناقش موضوع الجينيتيك موديفيكيشن او ميوتيشن او تغيير. هذه يعني موضوع ثاني، لان بقصد انا اللي هي الناحيه الجيني. السؤال عشان هيك انا بعرف مشاكل في السعوديه بتشتغل تشو كلتشر مشان المشككين الاخرين، لانه في اعداء تشو كلتشر كثر وبشوهوها وبيضيفوا لها اساءات ما لهاش لزوم ومش صحيحه وبيبالغوا فيها، يعني مش انه بيسيئوا بنتعمد، هم بيكون فهمهم خاطئ. ففي مشتل الفكرة اللي أنا طرحت عليكم أمس ولا هو أول أمس، أنه عنده تشيك بيعمل على كل شتلة اللي هي ترو تو تايب بقارن مع الأم وبيعملها باس وبعطيها استيكار. الآن بيجي زبون عنده المزارع بقول له أنا افرض طلع عندي متغير، بقول له لا أنا فاحص لك كل النباتات اللي أنت بتأخذها مع استيكار انها ترو تو تايب باس. ترو تو تايب صحيح. نعم. هذه اللي انا قصدتها، هاي بتعمل ايش؟ نوع من الاطمئنان للمزارع ونوع من صحيح. وقف المشكله نهائيا، ما بسمح لحدا يجي يناقشني في ترو تو تايب بالموضوع هذا بعد هذا. صحيح. صحيح صحيح. انا هذا اللي قصدته. لانه احنا بنحكي انه هي احدى طرق الاكثار الفضلي، هي تعريفها هي احدى طرق الاكثار الفضلي، بس بظل في احتمال للتغيير. اوكي، فهون انها لازم تحمل نفس مواصفات الام. هلا احتمال التغيير اللي بيشتغل بده يكون فاهم شو يشتغل، يعني ما يعمل اي اشكاليه داخل اللاب، يعرف كيف اخذ العينه وكيف جابها. اوكي، صار انتاج عندي. صار انتاج عندي اوريدي. لقطع الشك باليقين لازم يكون عندي الشهاده انه انا هي ستيكرز عليها ترو تو تايب وانا ما بتحمل مسؤوليتها. نعم، انا هذا اللي قصدته. انا انتجت تقول 10,000 شتله نخل ولا موز ولا شيء، باجي بعمل انا ترو تو تايب لكل شتله وبعطيها السكر عليها مين اللي عملها، يعني بغض النظر شو السكر مكتوب عليه. الان اي زبون بيجي عندي بعدهم لما بيشتري ما بسمح له يناقشني ترو تو تايب. هو اكثر شيء الترو تو تايب هي بالنخيل، مو بال حتى الاهم شيء الموز، اهم شيء كنا يعني كمان انه اصلا الشكل اللي فيها خلل انت بس تطلع عليها بتشوفها مش صح.
أول ما تطلع عليها بتحس تقول والله فيها إشي هالشكلها، شو مالها؟ أوراقها فيها إشي، لونها فيها والله إشي. والله يا مهندس النضال مش دائما لسبب النخلات اللي ادعى الرجال، طبعا أنا ما بنقع على لسانه، ما لاحظوا فروقات على كلامه يعني بالمعنى، ما لاحظوا، لكن ما لاحظوا يعني شيء يعني يشكوا فيه ولا إشي. نخل مثل النخيل، لكن لما بخدمها 4-5 سنين وبتفاجئ بهيك ملاحظة، الملاحظة هذه بتزعجه انه هو شو قال؟ قال انا منيح اللي ما عملت كل مزارعي نخيلي تيشو كلتشر. هذا الجواب غلط، هذا التعليق غلط، لانه التيشو كلتشر ميزاته 1000 ميزة اللي سيئتين 3-4-5 هذول ممكن يتفادوا، هذول ممكن نتجاوزهم. هذا اللي قصدته في الفكرة. نعم، يعني في احد الدول العربية انا زرتها، فكان انهم زارعين بستان، وحتى كان في عندهم مشاكل بالمختبر، والله خسارتهم حوالي 9 مليون. نعم نعم، فكان عندهم حتى شفت البستان، ورجوني البستان تاعهم، بستانهم تقريبا كان عمره الله العليم يمكن 9-10 سنوات وما اثمر، ما اثمر، وكانوا مستوردينه من احدى الدول. لا، كانوا مستوردينه من احدى الدول الاوروبيه واللي هي اصلا شهيره جدا بانتاج بالانتاج بالانسجه. في خلل معين، في خلل معين، شو اللي اعطوهم اياه ما بنعرف، وهم نفسهم ما بيعرفوا، فبالتالي يعني بده الواحد يعرف كيف يشتغل. انا على كل حال يعني النقطه اللي بدي اكررها واوضحها للاعضاء، انه في بعض المشاكل انهاءها من البدايه بينهي صحيح. النقاش فيها منها صحيح. اللي هم ما لهمش مدخل على تيشو كلتشر في النخيل الى تروتوتايب الان صحيح بالضبط. ولهذا السبب انا اقترحت، لاني شفت عند واحد قال احنا بنعمل تروتوتايب، ولقيت انه هو بيسوق لنفسه اني انا عندي تروتوتايب لكل شتلي، البيدي المزارع بقول له تروتوتايب بصير اختلافات، قال له انا بعطيك تروتوتايب مش انفكشن، انفكشن هذا موضوع اخر كلامك. صحيح، انفكشن شيء ثاني. نعم، الله يحفظك وبارك الله فيك، ونشكرك كل الشكر والله. يعني الله يسعدك يا رب، يبارك فيك. سؤال أخير، ما هو سبب الضعف في تكرار جينيريشنز؟ أنا كوني باخذ اوريدي من أم وبعطي للبنت، والبنت للي بعدها واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. نظريا وأنا بقول إنه يفترض ما يصير ضعف. إيش كلمة الضعف تعني؟ هلا الضعف، لانك انت بتصير كيف بدي احكي لك، هلا انت مثلا اخذت عينه ضليتك تكثر فيها بتحسها تنهك. شو تنهك؟ لا، ما انا لا مهندسي، احنا علميين، كلمه ضعف او تنهك لها مصطلح علمي يفسر علمي، الناس يقول مصطلح مظبوط. يعني انا عندي كروموسومات، جينات، حوامل، صفات وراثيه، الجينات بتنقلها. الان هذه اذا كانت في زراعة أنسجة، أنا بفترض نظرياً أنه ما في شيء يأثر عليها كثير، أو ليش بدها تضعف؟ السؤال يعني شو معنى الضعف؟ هلأ شو معنى الضعف؟ هلأ هو الهدف، هلأ أنت ممكن تيجي تكتر تحكي لي والله بدي أقعد أشتغل عليه يمكن 10 سب كلتشر أو 12 سب كلتشر، هلأ ممكن ما يتأثر. يعني علمياً أنت نقلت زي ما تفضلت كروموسوم لكروموسوم راح، وصفات الجينية وطاقة وكل شيء. هلأ بصير أنه الخوف انه بعد مختبرات ممكن انها تعرض النبات ل يعني بدها تضيف هرمونز، وممكن الهرمونات انها تتعب النبته وتاثر على الصفات، فقط هاي اللي بتهيئ لي انهم يخافوا منه. وبالتالي حتى النبات لما بصير انت تاخذ منه كثير، حتى لما تقسم منه اكثر ببطل يعني انه يعطيك زي ما انت بدك. والله أنا مع احترامي للرأي صحيح، لأني أنا ناقشت بريدرز بهالموضوع إنه بالتيشو كلتشر يفترض نظرياً، لأن برجع بقول نظرياً لأن عملية الواقع ممكن يختلف غير، إنه نفس الجزء بيكرر نفسه، ما يفترض إنه يخاف، بس اللي هم يحذرين من موضوع الإصابات الانفكشنز، عشان هيك بيستبعدوا الفكرة كلياً. أنا هذا اللي فهمته منهم، مظبوط. عشان الانفكشنز وليس عشان خلينا نقول تغيرات في الصفات الوراثية. حتى لما تعمل سب كلتشر أكثر، يعني هم البعض يعني رأي البعض الباحثين إنه إذا كان في فيروس عدد السب كلتشر المتتالي وراء بعضه بيخفف منه. نعم، هي انفكشنز، إذا انفكشن وليس جينيتيك.
بالضبط، هو بخافوا يعني بس من انه الضعف، قصدي الضعف والانهاك انه ينصاب، وهي هي اللي بتصير عندهم. ولا المكتبه يعني خساراتهم عاليه يعني. بالضبط، الغوا فكره، نعم الغوا فكره تكرار الجنريشنز لسد مشكله الانفكشنز. صحيح صحيح، هذه الكلام هم النهائي قالوا جينيتيكلي مفروض ما يتغير، بس مفروض. احنا ما بنرفضها للاسباب التالية وهي منطقيه، الانفكشن وبالذات الفيروس. بالضبط، هي نعم. اهم شيء. بارك الله فيك مره ثانيه وفي الجميع. الله يسعدك الله يبارك فيك. احنا مهندسه تعدينا يمكن الوقت بثلاث دقائق، بس برضو ما في مشكله، اللي عنده سؤال استفسار قبل ما ننهي يسال المهندسه. زملائنا في اي سؤال اي استفسار قبل ما ننهي؟ مهندسة نضال دراتك الله يعطيك العافية وشكرا لك. الله يعافيك، انا والله حاولت اختصر بالمحاضرات حتى يكون باب النقاش مفتوح اكثر، تكون الفائدة اعلى. لانه اذا كنت بدي اسهب اكثر، لانه الكلص له محاضرات لحال والاكثار المباشر له اكثار لحال، فبيكون الوضع يعني الفتره طويله وبكون متعب. حاولت انه تكون الامور مدموجه حتى ومختصره حتى نعطي مجال للنقاش يكون فيه فائده اكبر. شكرا لك الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. لا يسعني في ختام هذه الدوره الا ان اشكر جميع الحضور معنا، والشكر ايضا للمهندس نضال دراتك، وإن شاء الله إلى مواعيد أخرى ولقاءات أخرى إن شاء الله. يعطيكم العافية جميعا. الله يعافيك، الله يعطيكم العافية أنتم كمان، بارك الله فيكم. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام.